نروح لخبرنا الثالث والأخير من جريدة الشروق تحت عنوان التموين لا تعديل في شكل البطاقات الذكية. طبقا للخبر، مستشار وزير التموين ممدوح رمضان بيأكد أن فتح باب تحديث البطاقات التموينية مستمرة حتى نهاية يونيو المقبل، وأنه بيؤكد على عدم المساس بالدعم المخصص للمواطنين المقيدين على البطاقات التموينية خلال عملية التحديث. مستشار الوزير ناشد المواطنين بسرعة تحديث البيانات قبل انتهاء المدة المحددة، وأكد على سهولة التحديث من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك بدلا من الذهاب لمكاتب البريد خلال شهر رمضان. يعني ممكن تحدث بياناتك كنت قاعد في البيت أو عن طريق حد من الشباب في المنطقة من غير مشاوير ولا تكلفة مشاوير للتحديث. الخبر نفى الأنباء اللي تم تداولها عن فتح باب إضافة المواليد عند تحديث البيانات، مطالبا كل صاحب بطاقة بالالتزام بكتابة المستفيدين الحاليين فقط وعدم إضافة أي مواليد جدد. رمضان قال كمان أنه لن يتم تغيير البطاقات الذكية الجديدة، وكل ما يتردد حول إصدار بطاقات جديدة بصورة صاحب البطاقة بعد الانتهاء من تحديث البيانات غير صحيح. بأكد غير صحيح. معانا على التليفون الأستاذ محمد سويد وهو مستشار وزير التموين. محمد بيك أهلا وسهلا بحضرتك معانا مرة تانية. ال 14 جنيه المنحة اللي هتطبق ابتداء من بعد بكرة دي، هل دي بتخص سلع محددة؟ هو مبدئيا ده الرقم اللي اعتمدته الحكومة اللي هو مليار جنيه إضافي لدعم السلع. احنا عندنا دعم السلع شهريا يبقى نحو 2 مليار، يعني احنا بنتكلم الشهر ده ان شاء الله خلال شهر رمضان هيبقى الدعم السلعي 3 مليار جنيه. ده في الاساس بيبقى موجه للسلع الاساسيه اللي هي بتهم كل بيت، واللي توفيرها من خلال التموين بيكسر احتكار اي حد ممكن يفكر ان هو يزايد على اسعار هذه السلع بره. واحنا بنتكلم هنا في الزيت، بنتكلم في السكر، وبنتكلم ايضا في الارز هذا الشهر ان شاء الله، وبنتكلم في اي سلعة ممكن تكون اساسية، لكن دول اهم ثلاث سلع اساسية بنتكلم عن توفير احتياجات كل مواطن بنسبة 75% من الشهر ده ان شاء الله. يعني نقدر نقول زيت وسكر ورز، هم دول الثلاث سلع بتوع ال 14 جنيه منح. صحيح. طيب بس كميات اكتر، يعني كل مواطن كان بياخد كيس سكر هياخد كيسين سكر، يعني 2 كيلو سكر. لو بنتكلم في متوسط الأسرة خمس أفراد يعني كل أسرة هتاخد 10 كيلو سكر. أخبار التموين بتاع شهر يونيو إيه يا محمد بيه؟ إحنا بنتكلم في نحو 100% من المقررات التموينية صرفت بالكامل. إحنا تمام دلوقتي عندنا شركتين اللي بيصرفوا، اسمها الشركة العامة للجملة والشركة المصرية العامة، دي بتوزع في الوجه البحري والمصرية بتوزع في الوجه الإبلي. دلوقتي من خلال النظام الذكي اللي هو بتاع الكروت الذكية بتاعت التموين بيمكن لنا ان احنا نعرف مين صرف تموينه، يعني المسألة دلوقتي بقت سمارت شوية يعني. فاحنا بنتكلم على 100% من المقررات التموينية تم صرفها للمواطنين عن شهر الخمسة، وان شاء الله احنا نتوقع ان زيادة شهر ستة قصدك عن شهر خمسة الاول، لكن شهر ستة ان شاء الله هيبدأ العمل فيه من اول ستة. كان في خبر طالع ان كله خلص خلاص، ده شهر خمسة، ده شهر خمسة يعني مش شهر ستة لغاية دلوقتي. لا شهر ستة ان شاء الله هيبدأ العمل فيه من 1/6. احنا بنتكلم لو بكرة 31 يبقى بعد بكرة ان شاء الله. انما كل المقررات جاهزة، كل المقررات جاهزة وتم تسليمها للشركات بالسلع الاضافية بالكميات الاضافية، لان ده طبعا بيتطلب مننا المليار جنيه الاضافي ده بيتطلب مننا ان احنا نوفر 50% اضافي على كميات السلع اللي احنا بنضخها كل شهر يعني. فان شاء الله كل الكميات جاهزه وبدايه من 1/6 علشان النظام المحاسبي اللي هو متعلق بالشركات الكارت الذكي الكلام ده هيبدا من اول 6. وكمان احب بس اطمن حضرتك انه مش بس المقررات التموينيه اللي هي 35 جنيه، هناك ايضا نقاط الخبز هيبدا صرفها من اول 6. يعني احنا بنتكلم لو اسره خمس افراد في 35 جنيه هيبقى الأسرة ليها 175 جنيه تموين، وليها أيضا مبلغ لا يقل عن 100 جنيه نقاط خبز. فده كله ممكن يصب في اتجاه وفرة السلع وعدم الضغط على الأسواق. طب في الخبر اللي منشور في الأخبار النهاردة
اللي هو بيقول على ان الشركات الجمله بدات توزيع المقررات التموينيه لشهر يونيو، عشان كده حصل اللبس اللي احنا بنتكلم فيه. طب قول لي موضوع تحديث الكروت وتحديث البيانات والكلام ده كله، في كلام كتير طالع، عايزك توضح الامور للساده المواطنين عشان الكل يبقى فاهم ايه الموضوع. طيب خلينا نطمن الاول الساده المواطنين انه كل المستفيدين من البطاقات التقنيه وعددهم 70 مليون مواطن هيصرفوا مقرراتهم كامله هذا الشهر، عشان بس كانت في شائعات بتقول انه اللي مش هيحدث قبل 1/6 مش هياخد المنحه الاضافيه ولا المقررات، ده مش صحيح، كل المواطنين هيحصلوا على مقرراتهم التموينيه هذا الشهر، من هو مطلوب منه التحديث ومن هو غير مطلوب منه التحديث. لكن احنا قدامنا فتره دلوقتي بنتكلم في حوالي شهر ان شاء الله، لا زالت الفرصه متاحه امام من لم يقوم بالتحديث انه اما يتقدم عبر الموقع الالكتروني للوزاره او الموقع الالكتروني للتحديث اللي هو حدث بياناتك او من خلال مكاتب البريد، وكلها روافد سهله ومجانيه وغير مكلفه، عشان بس لانه ما فيش اي رسوم بتحصل في مقابل انك تتقدم على الانترنت او حتى انك تتقدم في البريد. التحديث ده بس مهم جدا الناس تعرف ان هو مجرد تحديث لبيانات الرقم القومي، مش تحديث عشان اعرف انت دخلك كام او انت بتاخد كام او انت هديك ولا مش هديك، مش صحيح. التحديث لتدقيق بيانات الرقم القومي واستكمالها، لانه احنا لما طبقنا قاعده بيانات الرقم القومي مع قاعده بيانات المستفيدين من البطاقات التموينيه وجد ان هناك 55 مليون مواطن بياناتهم مطابقه للرقم القومي، ونحو 19 مليون بياناتهم غير مطابقه للرقم القومي، يا اما رقم قومي ناقص او مش موجود او طفل مضاف ما عندوش شهاده ميلاد مميكنه، وبالتالي وهنا بقى في هذا السياق في اسماء مكرره وبتاخد بدون وجه حق، في ناس مسافره، في ناس متوفيه. بانتهاء التحديث باذن الله استطيع اقول لحضرتك انه لن يكون هناك مواطن يحصل على سلعه تموينيه بدون وجه حق، لن يكون هناك مكرر يعني، وبالتالي ده هيعظم الاستفاده من قيمه الدعم اللي هو 27 مليار اللي بتوجه للمواطنين المستحقين. لكن فكره الاستمرار في انه غير المستفيدين او غير المستحقين او اللي مش موجودين فعليا ياخدوا، ده معناه انه هيقلل كفاءه وقدره الوزاره في انها توصل الكميات دي، وياخد حق المجتمع كله يعني في الاخر. بالضبط. المجتمع بالضبط. كله هو اللي بيدفع الثمن. طيب يبقى احنا بنناشد كل المواطنين ان هم يحدثوا بياناتهم في المواقع الالكترونيه الخاصه بالوزاره او بتحديث البيانات. عندنا كمان اخر سؤال، معرض اهلا رمضان اللي شغال دلوقتي يا محمد بيه، هل النهارده عليه اقبال؟ وهل انت راضي عن ما يتم تقديمه في هذه المعارض؟ شوف اقول لحضرتك، معرض اهلا رمضان المعارض على مستوى المحافظات في 122 شادر، لانه هي دي معارض معموله في الساحات الرئيسيه في عواصم المحافظات او في المدن الرئيسيه، ودول شغالين حتى ان شاء الله 10 ايام قادمين ايضا. والاقبال عليهم هو اقبال انه الجمهور اللي بيتسوق، يعني ده مفتوح. لكن لو احنا بنتكلم على معرض سوبر ماركت اهلا رمضان اللي هو في ارض المعارض اللي افتتحه رئيس الوزراء، فده بدا بحجم اقبال غير طبيعي، وصلنا المليون ومليون ونص مستهلك ترددوا على المعرض في الفتره من 22 ل 26، وكانوا بيشتروا احتياجاتهم، بس عشان بس العاده بتاعتنا كمصريين احنا نشتري احتياجات الشهر ما بنشتريش يوم بيوم، وبالتالي تقريبا اكتر من 80% من الناس اللي كانت عايزه او بتستهدف ان هي تروح معرض سوبر ماركت اهلا رمضان راحت واشترت حاجات الشهر. احنا من خلال تحليلنا للبيانات بتاعت اللي كانت بتوصل للوزاره كل يوم، وجدنا ان الاقبال الكثيف موجود حاليا على اللحوم المجمده واللحوم السودانيه والدواجن اللي بتطرحها شركات وزاره التموين، وايضا على الخضر والفاكهه. فقررنا انه المد من هنا لحد نهايه الاسبوع هيبقى موجود صاله 4 اللي هي فيها كل شركات الشركه القابضه للصناعات الغذائيه، لو بنتكلم في شركه النيل والاهرام، الشركه المصريه والعامه، وشركه اللحوم، وشركه الاسماك، كلهم لا زالوا بيعرضوا ولا زال الاقبال على هذه السلع.
لانه المعارض الثانيه بقى سيبنا يعني خلاص اكسبو ده عليه اقبال جامد، انا بتكلم على المعارض اللي موجوده في المناطق الثانيه، المناطق المحافظات في يعني في ناس كتيره ما تقدرش تيجي اكسبو اللي في ارض المعارض، فعندها عندها المعارض بتاعتها اللي في المحافظات بتاعتها، هل حضرتك شايف ان دي عليها اقبال وما يتم عرضه فيها تجربه ناجحه يعني؟ شوف، هو هقول لحضرتك احنا كان لينا هدف من هذه التجربه، رقم واحد اتاحه السلع ان هي تكون موجوده، رقم اثنين انه يكون في منافسه بين الشركات، انا لما بعمل معرض الهدف ان انا اجيب اكتر من شركه منتجه لنوع معين من او يعني لجبن لالبان لمكرونه وهكذا، لما بجيب اكتر من شركه واخليهم يبيعوا قصاد بعض ده بيخلق المنافسه اللي احنا بنفتقدها في السوق. لو حضرتك بتتابع احنا عندنا مشكله انه المنافسه مفقوده لانه السلعه بيحتكرها حد او حد بيبقى عنده في الشارع ده بس ما حدش عنده نفس السلعه، ففكره المعارض قايمه على الاتاحه، انا هدفي كوزاره ان انا اجمع، لان انا كمان بعملها بالتعاون مع اتحاد الغرف التجاريه وبالتعاون مع المنتجين بتوع القطاع الخاص، بس انا لما بجمع المنتج نفسه رقم واحد بقلل حلقات التداول اللي فيها مغالاه في الاسعار، لو حضرتك عارف من تاجر لتاجر صغير من ايد لايد بتحس انه السلعه اتحملت فوق طاقتها من السعر اللي كانت منتجه ب 10 جنيه بقت بتتباع ب 18، لكن احنا في المعارض ده كان هدفنا ان احنا نقدم المنتج للمستهلك مباشره، وبالتالي نقدر نعمل تخفيض حقيقي من 15 ل 20%. لكن خلينا نتكلم على ان القوه الشرائيه في هذه الفتره ايضا ضعيفه الى حد كبير، يعني حتى الاقبال مش مرتبط بانه السلع المعروضه اقل 10 او 20%، لكن ايضا المواطن نتيجه الظروف الاقتصاديه اللي احنا بنعيشها بدا يقلل حاجات كتير كان ممكن يشتريها، زي حتى اليميش والحاجات دي بدا يبقى فيه اقبال اقل على شرائها. يعني في كلام كتير نقدر نتكلمه ونقدر نناقشه، بس بنتمنى ان مع هذه الاتاحه، وهي خطوه رائعه ان كل المنتجات تبقى متاحه وموجوده للمواطن المصري في اي وقت، لازم كمان نبص ان احنا عايزين ندي للمواطن المصري ده مش فقط الاتاحه ولكن الجوده اللي يستحقها والاسعار، الاسعار تبقى منافسه. ان حضرتك وحضرتك بتتكلم بتقول ايه؟ بتقول احنا بنحاول نقلل حلقات الوصل علشان التكلفه، ولما نيجي نبص نلاقي ان في معرض من المعارض ممكن يكون السعر اغلى مثلا في حاجه من الحاجات 3 جنيه عن ما هو موجود بره، يبقى انت كده ما حققتش هدف المعرض. فاحنا محتاجين نبص على التجربه، نعظم الاستفادة ونجود التجربة، ولا حضرتك مش متفق معايا؟ لا لا لا، جدا متفق مع حضرتك، وحتى بالتوازي مع ده الوزارة اتخذت قرار برضو احب يعني اقول لحضرتك ان هو يطبق من 1/6 بتاع الزام المنتجين بكتابة السعر والمنشأ على العبوة، يعني من بكرة بنتكلم على انه سلعة الرز والسكر تحديدا كل كيس سكر وكل كيلو رز هيبقى ملزم كل منتج ان هو يكتب عليها سعرها، وبالتالي انا دلوقتي بتكلم على اني اقدر اخلي المواطن لما يشتري السلع الاساسيه ما يحسش ان فيها مغالاه، رقم واحد، رقم اثنين يبقى عارف ان دي انتجت وبتباع بسعر كذا، مفيش مغالاه في هذا الموضوع. هقول لك على اخر حاجه ودي حاجه حزت في نفسي، كيس الرز ده اللي هو ما كملش كيلو ده بيتباع ب 5 جنيه 65 قرش في هايبر من الهايبرات اللي موجوده الكبيره، ولما تبص على الرز تحزن ان ده اللي بيتقدم للمواطن بتاعنا ده بالسعر ده. اذا كنت هنزل السعر لازم برضو ادي جوده كويسه ان المواطن بتاعي يستحق احسن جوده موجوده في العالم. شوف هقول لحضرتك بس عشان نبقى منصفين فيما يتعلق بالرز، في نسبه الكسر بتحدد قيمه البيع، يعني الرز اللي ب 5 جنيه 75 قرش ده نسبه الكسر فيه 12%، لكن الرز اللي ب 8 جنيه نسبه الكسر فيه بتبقى 5% او بتسعة جنيه. ده انت لازم تنوع في البضاعة وسعرها اللي موجود عشان برضو هناك تفاوت في طبقات المستهلكين، في واحد يقدر يشتري بخمسة، في واحد يقدر يشتري بثمانية، ده مهم انه يكون موجود، وايضا مهم انه يبقى موجود في عبوات اقل من الكيلو بحيث انه اللي يقدر يشتري حاجة يقدر يشتري على قد استخدامه، مش شرط يكون في الرز بس حتى في كل المنتجات. بشكرك بالضبط. شكرا جزيلا استاذ محمد سويد مستشار وزير التموين، يعني تجربه من المهم جدا ان يتم تقييمها ويتم تجويدها زي ما اتفق معانا
الأستاذ سويد. نطلع